في الرؤية بيقول أنا عارف 8 حاجات، لكن من ضمنها أنا عارف فقرك، أنا عارف فقرك. وعشان كده حتى تلاقي البلاد الفقيرة قد إيه نفوس كثيرة تأتي منها. أكثر عمل واضح في البلاد في السنوات الأخيرة في العراق ثم سوريا. ليك الشكر يا رب. كثيرين بيشكروا. نعم. لماذا؟ لأن في ناس بيتألموا وفي ناس بيحتملوا. فكركم أي كنيسة ولا بيت ناجح على أي أساس؟ على أساس ناس محتملة. أيوه. إيه اللي خلاك لك دلوقتي أنت ناجح في حياتك؟ أنت محتمل. لو مرة بس بعدت عن الاحتمال والشكر هيحصل خراب. قول له احميني يا رب من نفسي واحفظني يا رب من نفسي، لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني، والان يرتفع راسي على اعدائي حولي فاسبح في خيمته ذبائح هتافي.